السلام عليكم اخواتي الاعزاء، اتمنى تكونوا بخير. وصفه النهارده من الوصفات الجميله جدا تنفع معاكي للدايت والكيتو دايت وكمان للعادي. وصفه لذيذه وكمان صحيه، وبدون دقيقه هتعمليها بطريقه سهله وبسيطه. اتمنى في البدايه ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد. ولو بتشوفوا في القناه لاول مره، اتمنى كمان ما تنسوش تعملوا جوله سريعه على محتوى القناه، باذن الله هتعجبكم. هتلاقوا عليها تشكيله جديده من الوصفات والحلويات والمخبوزات باشكال جديده، بالاضافه كمان بنقدم على القناه اهم الاخبار المتداولة على السوشيال ميديا. حبيت لو بتشوفوا القناة لأول مرة أشارك معاكم بعض الوصفات اللي شاركناها مع بعض على القناة، سواء حلويات زي ما حضراتكم شايفين، بسكوتة جميلة هتعمليها بأشكال مختلفة، وكمان مخبوزات بأشكال مختلفة مقدمين على القناة، مجموعة متنوعة ومختلفة وجديدة من المخبوزات. أتمنى طبعا تعملوا جولة سريعة على المحتوى، بالإضافة كمان هتلاقوا وصفات دايت وكيتو دايت مناسبة معاكم بإذن الله، زي الكيكة ديت هتعمليها للدايت والكيتو دايت، جميلة وطعمها لذيذ. يلا بينا على طول نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى ونشوف وصفة النهاردة عملناها. مقدمنا بسيطة في البداية زي ما حضرتكم شايفين، هتعملينا هنا كمية كويسة جدا من الحلويات، ممكن كمان تعملي نص الكمية باستخدام بيضة واحدة هي كمان. أول حاجة في البولة بتاعتنا حطيت هنا مقدار بيضة واحدة، وممكن لو هتعملي نص الكمية استخدمي نفس البيضة. بعد البيضة واحدة حطيت هنا كمية من الزبادي، حوالي 3 معالق من الزبادي، ممكن كمان لو حابة تضيفي في النهاية ممكن تاخدي معلقة أو معلقتين كمان، أي زبادي مناسب للدايت والكيتو دايت. طبعا الزبادي بيكون من غير سكر، وهنا لو بتستخدمي نوع زبادي معين للكيتو استخدميه. حطيت هنا مقدار 3 معالق من الزبادي على هنا مقدار في البيضة، بعد كده ضفت هنا شوية من الفانيليا. إضافتنا اللي بعد كده زي ما حضراتكم شايفين حوالي هنا ربع معلقة من البيكنج باودر. بعد كده ضفت حوالي هنا نص كوباية من مبشور جوز الهند على وصفتنا عشان هنا يزود من نكهة جوز الهند شوية. جبت هنا حوالي نص كوباية وضفتها. بعد كده معانا الزبدة، هنضيف مقدار معلقتين من الزبدة زي ما حضراتكم شايفين، دول مقدار معلقتين من الزبدة، هاخدهم اسيحهم في الميكروويف او ممكن تسيحيهم على البوتاجاز، وبعد كده هنضيفهم على وصفتنا. ادي الزبدة بتاعتنا بعد ما سيحناها ضفناها على الخليط بتاعنا اللي هو البيض وجوز الهند بنفس الخطوات والزبادي. خلطنا المقدار ده كله مع بعضه بنفس الخطوات. طبعا هنا المقدار بتاعنا هيبقى مقدار خفيف بالشكل بتاعنا ده، عايزين بقى حاجه تمسكه، وهو هنا هنستخدم دقيق جوز الهند. دقيق جوز الهند ممكن تستبدليه بدقيق لوز او اي هنا او اي حاجه مناسبه للدايت انت معاكي. ممكن هنا تستعملي هنا زي ما شفنا كده، استخدمت هنا انا دقيق جوز الهند، هنحط منه مقدار نص كوبايه. ممكن هنا دقيق جوز الهند انا حطيت مقدار نص كوبايه، لقيت نفسي في النهايه محتاجه كمان العجينه تبقى طريه معايا شويه، فزودت في النهايه حوالي معلقه من الزبادي او معلقتين على حسب ما ياخد معاكي العجين. ممكن كمان لو انت هنا قلقانه تزودي نسبه الزبادي، ممكن تقللي الاول تحطي مثلا 3 معالق من دقيق جوز الهند، وبعد كده تشوفي القوام معاكي متماسك ولا لا. اهم حاجه العجينه لما تيجي تضغطي عليها ما تلاقيهاش متماسكه معاكي جامد، وتلاقيها بتلف معاكي بول وما بتشققش معاكي وانت بتلفيها. بنفس الخطوات كده ادي هنا حطيت هنا العجين بتاعنا، ببتدي كده اشوفه، لقيته هنا لسه فيه تشقيق شويه من التشققات، فعايز ماده سايله شويه، فممكن هنا حطيت هنا شويه كمان من الزبادي عشان اطري العجين. فانت لو بتضيفي ما تضيفيش نص كوبايه من جوز الهند، من دي جوز الهند مره واحده، قللي منها شويه معلقه او معلقتين، وشوفي هنا المقدار بتاعك هيبقى شكله ايه. ادي وصفتنا، ابتديت اضغط عليها كده لقيتها خلاص هنا العجين هنا يعني عايز شويه كمان صغيرين من الزبادي، حطفت كمان شويه، وبعد كده ابتديت الف العجين رول بالشكل بتاعنا ده، ابتدى يتلف معايا بسهوله بدون اي تشققات، وخلاص كده ده انا اللي محتاجاه. خلاص كده وصفتنا بقت جاهزه. هنبتدي هنا بقى التشكيل، طريقه بسيطه جدا للتشكيل زي ما حضراتكم شايفين. هبتدي هنا اضغط عليها بس الم العجين لما كده، وهضغط عليها لحد ما تعمل لي شكل كوره كده، او ممكن تعمليها شكل بيضاوي شكل اوفل شويه، هيبقى معاكي مناسبه طبعا هنا على حسب الشكل اللي انت حباه، بتديها شكل حلو. كمان هنا الحلويات ديت حلويات بسيطه، وزي ما شفنا طريقتها بسيطه جدا، بالاضافه كمان هتعمل لك كميه كويسه زي ما شفنا. حطيت هنا دلوقتي بقى طريقه التشكيل زي ما حضراتكم شايفين، هنشكلها بخطوات بسيطه وهنشكل كل الكميه، وبعد كده هنشوف وصفتنا شكلها ايه في النهايه. طبعا بعد ما هنشكل كل الكميه هنحط وصفتنا في الفرن، ولازم الفرن بتاعنا يكون والع قبل ما نحط فيه الوصفه بحوالي 10 دقائق، وطبعا الفرن بتاعك بيبقى هادي خالص، وهتحطيها في الفرن لحد ما تستوي، ودلوقتي هنشوف شكلها في النهايه. ادي هنا الكور بتاعتنا بنشكلها بكل سهوله وما بتشققش معانا واحنا بنشكلها، فهنا هو ده اللي احنا طبعا عايزينه في الوصفه بتاعتنا.
لو انت شغاله هنا دقيق جوز الهند لما بيستنى شويه ممكن يتمسك معاكي شويه، لا تي ماسك معاكي وانت شغاله، ضيفي معلقه من الزبادي طبيعي شويه بس عشان تعرفي تشغلي. هنخلص بقى كل الكميه وبعد كده هناخد وصفتنا نحطها في الفرن. ادي جزء من الوصفه بتاعتنا بعد ما استوت واحمرت معانا بالشكل بتاعنا ده، وادي شكلها وتسويتها زي ما حضراتكم شايفين، يا دوبك بس يتلون معانا. دلوقتي بقى التحليه بتاعتنا، انا هنا استخدمت هنا لو انت عامله دايت عادي جبت هنا شويه من العسل حطيتهم على النار، ضربتهم بس شويه مع اضافه شويه صغيرين من الميه وسخنت العسل على النار، وبعد كده ابتديت احط فيه الوصفه بالشكل بتاعتها ده. هنبتدي بقى نسقيها بالعسل وبعد كده هنزلها في جوز الهند زي ما حضراتكم شايفين. دي طبعا لو انت عامله دايت عادي استخدمي العسل، هيبقى مناسب معاكي في الدايت العادي، هتاخدي منها واحده هتبقى جميله جدا وهتبقى كمان شربه من العسل وطعمها حلو. لو انت عامله كيتو دايت استخدمي اي سكر مناسب للكيتو زي سكر ستيفيا او غيره من السكر المناسب للدايت، واعمليه زي شربات كده وبعد كده حطي الحلويات فيه وهيطلع شكلها جميل بالشكل بتاعنا ده. يلا بينا بقى ندوق حلوياتنا ونشوف قد ايه الحلويات بتاعتنا جميله وبسيطه زي ما حضراتكم شايفين. ادي شكلها من الداخل بتبقى بيضه وجميله بالشكل بتاعنا ده، وكمان طعمها جميل بطعم جوز الهند. اتمنى وصفه النهارده تكون عجبتكم، واتمنى ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناه، وانتظرونا باذن الله في وصفات جديده، ودمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله.